من جديد اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا، ونجدد الترحيب بضيفنا وضيفكم النائب الدكتور عوده الرويعي. حياك الله ويانا دكتور عوده. دكتور، انتم ناقشتوا في اللجنه التعليميه صندوق الطالب، شنو فلسفه هذا الصندوق التي يقوم عليها، وايضا شنو الهدف من هذا الصندوق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا شاكر لك هذا اللقاء واتمنى لك التوفيق وايضا التالق في هذه اللقاءات اللي بالفعل تسهم في الثقافة البرلمانية لكثير من أبناء الشعب الكويتي وأيضا المتلقين لمثل هذه البرامج. شكرا على هذا الإطراد. أما صندوق الطالب فنعرف بأن كثير من الطلبة لا تحصل لهم الفرصة بأنهم يبتعثون على حساب وزارة التعليم العالي، أو أن يكون عندهم مساندة ومساعدة مالية لتغطية تكاليف الدراسة في الخارج. نعم. أو حتى في البعثات الداخلية في الكويت. صندوق الطالب فكرته بأن يكون هذا الصندوق مانح للطلبة الذين يعني ما صار لهم فرصة بأنهم يعني تطبق عليهم الشروط كاملة للابتعاث أو لظروف معينة، ولكن بالنهاية المحصلة النهائية يكونون على حسابهم الخاص. فالصندوق هذا كان ميزانيته من 100 مليون إلى 150، يعني كان النقاش من الدولة الميزانية. طبعا من الدولة. نعم. أن تكون يعني هذه الميزانية متراوحة بين 1 مليون إلى 150 مليون لتغطية جميع نفقات الطلبة الدارسين على حسابهم الخاص سواء داخل الكويت أو خارج الكويت. بعد فترة زمنية يتم اجتيازهم لشروط معينة، هذه الشروط المعينة إذا اجتازوها مثل المعدل واجتياز وحدات دراسية وأيضا مع وجود التخصص المطلوب يحولون إلى حساب وزارة التعليم العالي. كأنها بعثة تكون يعني. كأنها بعدين يلتحق تتحقق له الشروط اللي هو ما تحققت معه في البداية. هذه الفكرة الأولى. الفكرة الثانية اللي صار من خلال النقاش بيننا وبين أمانة ونتكلم بكل رياحية مع وكيل التعليم العالي الدكتور حامد العازمي. نعم. اللي أيضا نثني على جهوده ونتمنى له أيضا التوفيق. ونحن نراقب الوضع في التعليم العالي وأعتقد بأن يسير خطوات حثيثة وأيضا موفقة إن شاء الله في كثير من الأمور رغم المآخذ اللي موجودة، ولكن هذه يعني تتدارك وأيضا تعالج بطريقة أو أخرى. كانت الفكرة على أن نغير في قانون المكافأة الاجتماعية للطالب المبتعث. تغيرونها إلى شنو؟ أن تكون المكافأة زيادة عن اللي موجود للغير المبتعثين، فتكون الزيادة لهم، وبالتالي إذا اجتاز الشروط يحال أو يحول إلى التعليم العالي. يعني يعطى مكافأة أكبر من الطالب المبتعث بالتعليم العالي؟ لا هي يعطى مكافأة المكافأة الاجتماعية نفسها إنه يتغير فيها. ليش الفكرة؟ الفكرة بأن إذا تغيرت المكافأة الاجتماعية اللي هي 200 دينار تقريبا وزادت للطالب المبتعث يكون عندنا وفر أكثر من 100 مليون أو 150 مليون اللي تتآكل مع الوقت مع زيادة الطلبة. فبالتالي مع وجود المكافأة الاجتماعية واجتياز الطالب يكون الطالب خلال سنتين أيضا نفس الفكرة ونفس الغاية، ولكن المصدر التمويل اختلف. بدل ما يكون هو مصدر ثابت لصندوق محدد يكون المكافأة الاجتماعية هي نفسها، وهذا محتاج تغيير تشريعي، وهذا التغيير التشريعي يعني في صدد الدراسة وأيضا التبني من قبل أنا شخصيا ومجموعة من النواب من في اللجنة التعليمية أو غيرها. دكتور عودة، ما رأي الحكومة في موضوع صندوق الطالب؟ قلت لك يعني هو وكيل التعليم العالي يمثل وجهة نظر الحكومة، وزارة المالية كانوا موجودين أيضا طالبين هنا بيانات عن الطلبة وأيضا أعدادهم والكلفة المالية. هذا أعتقد في الاجتماعات القادمة إن شاء الله سنعرف مزيد من هذا الأمر. نعم. ملف الشهادات الدراسية المزورة أو غير المعتمدة أو الوهمية بالجامعة والتطبيق تحظى باهتمامكم في اللجنة التعليمية ونواب مجلس الأمة بشكل عام، لكن شنو صار على لجان التحقيق بصحة اعتماد هذه الشهادات؟ طبعا لجان التحقيق يعني لم يسعفنا الوقت في المجلس المنحل 2013 لظروف الحل، ولكن تقرير موجود وايضا ممكن الاستناد على هذا التقرير في كثير من الامور. لكن طلع تقرير من المجلس 2013 لم يناقش في اخر جلسه اللي بعدها تم الحل، يعني كان الهدف انه يناقش في الجلسه بالافتتاح الانعقاد اللاحق، والان مطلوب تقرير ثاني.
الآن كلفت اللجنة مرة ثانية بدراسة الموضوع وأيضا أحيل من قبل المجلس، ونحن أيضا في صدد دراسة الموضوع وفتح التحقيق فيه. وأعتقد بأن المشوار يعني صحيح بأنه طويل، ولكن بالنهاية احنا مجبرين على أن ننهي هذا الأمر، وأيضا نواجه أنفسنا قبل أن نواجه الآخرين بأهمية التعليم وأيضا الحصول على شهادات معتمدة، شهادات حقيقية تسهم في العمل الأكاديمي والعمل التربوي، لأن من غير الحق بأن يكون فاقد الشيء يعطيه، لأنه هو فاقد الشيء لا يعطيه في الحالة هذه. فالشخص الذي لم يحصل على الشهادة بطريقة صحيحة مؤكد ب100% أنه ما راح يعني يسعى للنهض والنهوض في العملية الأكاديمية أو التعليمية. لكن أما كان من الأولى أن وزارة التربية أو التعليم العالي هو من يتحقق قبل أن يعني تصير هذه الحادثة ويكون هناك شهادات وهمية ومزورة؟ والله هذا الأمر يعني أنا لا أسأل فيه، يعني هذا من باب المساءلة المستحقة يعني بالمقابل. سألت يعني وزارة التربية أو التعليم العالي بهذا الشأن؟ هي مساءلة سياسية راح تكون في النهاية يعني. هذا الأمر ما زالت الأسئلة البرلمانية تتوالى على وزارة التربية ووزارة التعليم العالي أيضا في هذا الصدد، لكن ننتظر الأجوبة، ننتظر خاصة أن في هناك لجان تحقيق، وأنا وجهت أسئلة برلمانية أمس في الجلسة ناقشت هذه القضية. وبالمقابل يعني بالمناسبة نتمنى لوزير الصحة يعني موفور الصحة والعافية، وزير التربية عفوا دكتور موفور الصحة والعافية الدكتور محمد الفارس، ونتمنى له إن شاء الله أنه يرجع وأيضا يحمل هذا الملف، ونحن معاه نتعاون. ولكن إن لاحظنا هناك مساءلة مستحقة حتما ستكون هذه المساءلة موجودة، لكن في زحمة الاستجوابات الحالية من الحكمة أن يؤجل هذا الأمر حتى يكون الوقت المناسب لمناقشته. نعم، ونحن كذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافي ويعافي الدكتور محمد الفارس وزير التربية. دكتور عودة، الكثير من التظلمات وردت لفئات تربوية لم يشملها كادر المعلمين، فهل هناك من تضرر من قصور بعض التشريعات ويتم استدراكه الآن؟ طبعا في الاجتماع السابق مثل ما هو موجود في تقرير نبض اللجان بأن كان هناك لقاء مع وكيل التربية وأيضا وكيل الأوقاف لدراسة هذا الأمر وتدارك المشكلة الحقيقية اللي موجودة بالقصور التشريعي لمساواة بعض الفئات في القطاع التربوي في المجال التربوي. ونتكلم على سبيل المثال للحصر معلمي التقنيات التربوية اللي بالفعل عانوا من الموضوع هذا، وقدمنا التعديل بأنه يساوى بكادر معلم أو يشمل في كادر المعلم، وكذلك أمناء المكتبات وغيرهم. وأيضا تحدثنا عن بعض المسميات الوظيفية، التوجيع على سبيل المثال، نعم، والمراقبين في التعليم سواء تعليم الكبار أو التعليم الاعتيادي بأن أيضا يساوون في الكادر ويكون لهم نصيبهم والمساواة، وخاصة مدراء وأيضا الأنشطة التعليمية إن صح التعبير أيضا يشملهم هذا الأمر. هذا كلها المسميات صحيح أنهم يخرجون من رحم العمل التربوي، ولكن الكادر قانون 2011 لم يشملهم، وهذا الأمر تم تداركه. وكذلك المسميات المشتركة بين وزارة التربية وأيضا الأوقاف معلمي الأوقاف وحتى الشؤون فيكون أيضا شاملهم هذا الأمر، بحيث أنه يكون المساواة بينهم جميعا. الحكومة عندها موافقة أو معارضة لهذا الأمر؟ يعني ولمسنا تعاون، لكن بالنهاية احنا التصويت النهائي هو اللي يبين هذا الأمر. نعم، نبي نتكلم الآن عن عضويتك في لجنة الميزانيات والحساب الختامي. من خلال وجودك كعضو في هذه اللجنة، هل وجدتم تجاوبا من الجهات الحكومية مع ملاحظات ديوان المحاسبة على الميزانيات والحسابات الختامية؟ هذه طبعا المرة الثانية اللي يكون فيها عضو في لجنة الميزانيات، تشرفت بالعمل مع الأخوة سواء الرئيس أو المقرر أو الأعضاء. نعم، وأيضا مكتب لجنة الميزانيات كلهم يشكرون على عمل جبار اللي يقومون فيه، وأيضا على التفاني بالعمل وتقديم عمل مهني أمانة يعني دقيق وأيضا متكامل. وملاحظاتهم هي ملاحظات مستمدة وأيضا متصلة مع ملاحظات ديوان المراقبة أو حتى وزارة المالية أو حتى
المراقبين الماليين. فلجنة الميزانيات العمل فيها مضني ومتعب، ولكن الشيء الجميل فيها بأن جميع الوزارات يتم مناقشة جميع التقارير حول أدائهم، وأيضا حول المخالفات السابقة سواء من ديوان المحاسبة أو غيره، ومتابعة هل بالفعل حققوا هذا الأمر أم لم يحققوه، استجابوا أم لم يستجيبوا، عالجوا المشكلات القديمة أم لم يعالجوها. فتجد هذا التباين، وتجد أيضا هذا التفاعل بيننا وبين جميع الجهات وليست اللجنة. يعني لجنة الميزانيات فيها أكثر من جهة موجودة عندنا، مثل ما ذكرتك ديوان المحاسبة، وزارة المالية، المراقبين الماليين، ديوان الخدمة. وهل وجدت تجاوب من هذه الجهات؟ كلهم موجودين. بالمقابل الجهة الأخرى اللي يتم عرض مناقشة الوضع المالي وحالتها الميزانية الخاصة بها، تجد الدفاع من قبلهم، وهذا يبين لك أيضا إن كان هناك قصور، إن كان هناك تراخي، إن كان هناك يعني عدم استجابة. بالإضافة إلى نقطة مهمة يعني نستفيد منها نحن كمشرعين كبرلمانيين، شنو النقطة؟ إن نعرف وين في مكمن قصور التشريع في قضايا كثيرة. ممكن هم يعني يقول لك والله أنا أحتاج إلى تشريع في هذا الموضوع، أحتاج إلى تغيير في القانون، أحتاج إلى كذا. فهذه الأمور من شأنها أيضا تحسن من أداء العمل التشريعي، وأيضا تسهم في المحاسبة الدقيقة والرقابة الدقيقة للجهات الحكومية المختلفة. فبالتالي لجنة الميزانيات لجنة العمل فيها صحيح أنه متعب ولكنه ممتع في نفس الوقت. بشكل عام في تجاوب دكتور عادل قبل أن نطلع لهذا الفاصل؟ في تجاوب، نعم في تجاوب، ولكن متفاوت هذا التجاوب من جهة إلى أخرى. يعني متفاوت، يعني يعتمد أيضا على من يرأس هذه الجهات. إذا كان هذا الشخص يعني مهتم وأيضا لصيق في عمله ومراقب، أما هذا الشخص يعني في نوع من التراخي إن صح التعبير، أو عدم الاهتمام وعدم المتابعة، لأن هذه الأمور لاحظناها. بالإضافة إلى يعني عرفنا أن بعض الأشخاص إنما ممكن يكون عنده ريزنتمنت، بمعنى أن عنده نوع من ردة الفعل الحادة اللي لا تخدم العمل، في حين أن الآخرين قد يستفيدون من هذه الملاحظات بدون وجود ردات فعل لا تخدم عمله، يعني مثل ما ذكرت لك. نعم، احنا مستمرين بحوارنا دكتور عودة، لكن بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود لكم من جديد. اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. دكتور عودة بالفاصل تقول نعطي تنبيه ان احنا بعد الجلسة الان تقول كنت متعب. ها لا انا متعب امس اليوم يعني كان. لا بس انت كنت رئيس الجلسة، تراس جانب منها يعني. نعم. تعب يخف شوي ممكن ولا يزيد؟ لا يزيد طبعا، لأن رئاسة الجلسة محتاج أنك تتابع ما يدور في الجلسة، خاصة في توزيع الوقت وأيضا إدارتها. الله يعطيك العافية دكتور عودة. نبي نتكلم عن رفع سقف الاقتراض إلى 20 مليار. هل تعتقد أن هذا هو أحد مصادر تنويع الدخل التي تتجه لها الحكومة لسد العجز؟ أنا عندنا مشكلة في هذه القضية، يعني بعبع العجز، وأيضا قضية ليش ما في عجز يعني؟ التصنيفات الائتمانية والتهديد بتخفيض التصنيف الكويت الائتماني، هذه الأمور كلها مردود عليها أمانة. يعني إذا احنا شلون مردود عليها؟ مردود عليها لأسباب، لأن مثل هذه المؤسسات الدولية اللي بتعطيك يعني التصنيف الائتماني، نعم، هي ما راح تقيم الخطط المستقبلية، هي تقيم الخطط السابقة وأيضا عمليات اللي أنت قمت فيها فعليا. طيب. قضية أن وجود بعض الأمور مثلا على سبيل المثال الكهرباء والوقود ومهددات التصنيف، يعني وجدنا أن الحكومة يعني تراجعت عن أمور كثيرة في هذا الأمر عن السابق. فقضية التصنيف هي تتعامل مع ما هو كائن وليس ما قد يكون. منطقيا أنت تتعامل ما هو قد يكون الأفضل، أنه يكون يفضل أنه يكون هذا الأمر كمستقبل بعد دراسة مستقبل. ولكن الكويت في وضع ائتماني ممتاز، وايضا وضع ائتماني جيد يعني مقارنه مع كثير من الدول. وللاسف المشكله ليس في الوضع المالي او العجز ان صح التعبير. وين المشكله؟
المشكلة في استثمار الموارد وأيضا تنويعها وأيضا وقف الهدر المتوالي في مؤسسات الدولة. يعني احنا ما عندنا استثمار ولا تنويع ولا وقف هدر؟ عندنا استثمار، واستثمارنا أنا أتوقع أن استثمار ناجح خارجيا، ولكن الاستثمار الداخلي غير ناجح، وأقصد فيه استثمار البشر بالتعليم والتنمية وأيضا التركيز على الجودة في مخرجات التعليم وربطها بحاجة سوق العمل. هذا الأمر كله غير موجود عندنا للأسف، لذلك نجد أن كلفة الطالب الكويتي عالية مقارنة مع المخرجات التعليمية اللي يكون عندنا. فإذا بتتكلم عن بالفعل الاستثمار البشري، فتخلينا عن الاستثمار البشري في السنوات، قلت لك 25 سنة اللي فاتت أو أكثر منها طبعا، مقارنة مع دول شقيقة ودول حوالينا صار استثمار عندهم أعلى. وإذا بتكلم عن استثمار حتى في جوانب خدماتية كثيرة، يعني ما زالت عندنا الخطوط الجوية الكويتية تستهلك كثير من الأموال وتصرف لها أموال، مع يعني مع الضغط بأن تكون في هذه الحالة حتى يتم تقديمها كاستثمار للأجنبي أو للمستثمر الآخر. نعم. سواء بالقطاع الخاص أو غيره بهذه التراكمات. يعني احنا بنتكلم عن مثال على سبيل المثال، القطاع النفطي، احنا في بلد نفطي، ولكن أغلب البلد يجهل القضايا النفطية ويجهل الأمور النفطية، ويفترض أن تكون ثقافتنا النفطية أعلى ثقافة موجودة في المنطقة. بلد صغير، بلد نفطي، مع ذلك لا نعرف ما هي الاستثمارات النفطية اللي موجودة عندنا غير استخراج النفط وبيعه. كثير من الأمور تحتاج إلى دراسة. لكن إذا نتكلم عن العجز اللي موجود، هو العجز ليس عجز مادي، ولكن عجز في الخطط، وأيضا عجز في البرامج، وأيضا في مراجعة التشريعات وأيضا القرارات السابقة. نعم. هذا هو العجز الحقيقي اللي احنا نعاني منه. نعم دكتور عودة، أيضا كونك عضو في لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة، احنا برنامجنا نبض اللجان، فنجوب جميع هذه اللجان اللي انت عضو فيها، شنو أهم القرارات التي اتخذت في هذه اللجنة لإنصاف فئة ذوي الاحتياجات الخاصة؟ والله قدرنا بأن احنا نكون موجودين لمراجعة التعسف اللي تم استخدامه من قبل الهيئة العامة لذوي الإعاقة. التعسف في تطبيق المادة 65، المادة تنص على أن يتم مراجعة الحالة المالية لأصحاب الإعاقة، وليس مراجعة درجة الإعاقة ونوع الإعاقة. في خلال أقل من سنة في ناس أعطوا شهادات بأن هو معاق، إعاقة على سبيل المثال ذهنية مثلا دائمة، تم مراجعتهم وأيضا تم وقف المستحقات لهم وأيضا دفعهم لمراجعة الهيئة. في المقابل الهيئة للأسف لم تعالج الضرر اللي يلحق بهؤلاء المراجعين، ولم تعالج سوء الإدارة اللي موجودة داخل الهيئة من استقبال وإنجاز معاملات المراجعين. لذلك باللجنة كان عندنا لجنة كلفنا في هذا الأمر، والتقرير يعني موجود وتم يعني الانتهاء من التوقيع ورفعه للمجلس لمعالجة مثل هذه الأمر، بالإضافة إلى تغيير بعض القوانين المواد الخاصة في قانون ذوي الإعاقة. واعتقد ايضا بان هناك يعني تعديلات على المكلف برعايه المعاق، وايضا خاطبنا الجهات المختصه في ما يتعلق بالامور الخاصه بتقاعد الشخص المعاق او المكلف برعايه المعاق، واستمعنا الى راي ديوان الخدمه، واستمعنا الى راي التامينات الاجتماعيه، واستمعنا إلى رأي أيضا حتى المتطوعين من المعاقين أو المهتمين في هذا المجال. نعم. وعمل اللجنة مستمر ما زال، وأعتقد بأن بعد 3-5 إذا يعني تم الاستمرار بالمجلس يعني واجتزنا هذا الشبح
شبح اللي يعني كثير من الناس يعني ينظرون بأن هل هو سيكون حقيقة أم مجرد مرور عليه. أتوقع بأن الواقع الفقهي راح يكون متغير بعد هذا التاريخ إذا لم يتم الإبطال في 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 ذاك التاريخ. نعم. لجنة المقيمين بصورة غير قانونية، أنت أيضا عضو في هذه اللجنة، تقدمت باقتراح لمنح بطاقة مدنية لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، شنو الهدف من هذا المقترح وشنو صار عليه؟ يعني هل تم الموافقة عليه؟ لا، المقترح جديد لم يتم الموافقة عليه ولم يعرض. الهدف منه؟ الهدف منه طبعا هم يشاطروننا في يعني في الحياة الكريمة اللي احنا نعيش فيها، وأيضا من الجانب الإنساني والجانب أيضا الديني والشرعي احنا نناصفهم في كثير من القضايا، وأيضا نمنحهم الحياة الكريمة اللي يستحقونها. منحهم البطاقة المدنية البعض قد يربط بأن منحهم المواطنة، هي قضية مختلفة تماما. يعني قضية المواطنة قد لا تكون في فقط في الهوية نفسها، ولكن منحهم في هذه البطاقة تسهيل لأمور الحياة اللي يتعرضون لها، سواء في مراجعاتهم وأيضا في استدلال على كثير من الأوراق الثبوتية الخاصة فيهم، وطبعا وفق الشروط أن تمنح هذه البطاقة المدنية بحيث لا يتعارض مع القوانين الأخرى والتشريعات الأخرى الخاصة بتنظيم مثل هذا العمل. ونعرف بأن التعليم وأيضا الصحة وأيضا الأمور الخدماتية الأخرى يفترض أن في بلد مثل بلد الكويت قائد الإنسانية صاحب السمو طال الله في عمره يعني، وما جبل عليه أهل الكويت من عمل أيضا الخير، ما أعتقد بأن هذا الأمر مستغرب على أن يكون من هذه المؤسسة التشريعية لإنصاف هؤلاء وأيضا لتوفير لهم حياة كريمة وأيضا لتسهيل حياتهم. نعم. بما أننا قاعد نتكلم عن الدور الإنساني دكتور عودة، ما هو دور ديوان المظالم الذي تفضلت يعني وتقدمت باقتراح لإنشائه؟ هو أنشئ وتم قراره في المجلس السابق، يعني نتكلم عن حقوق الإنسان وفق المواثيق الدولية وإعلان باريس وغيره. شنو دوره؟ دوره طبعا احنا نتكلم عن قضايا كثيرة إنسانية، من ضمنها يعني قضايا العدل والمساواة، أن يكون العدل والمساواة وأيضا حقوق الإنسان اللي نرى أيضا في بعض الممارسات التي لا يجب أن تكون موجودة عندنا، خاصة بتشريعاتنا السماوية تشريعنا الإسلامي وأيضا بتشريعاتنا اللي موجودة في البرلمان الكويتي وأيضا القوانين الكويتية المعمول فيها. فهذا الديوان من شأنه أنه أيضا يحسن من مكانة الكويت دوليا في مجال حقوق الإنسان، خاصة أن المراجعة الدولية اللي يتم فيها مراجعة حقوق الإنسان بالنسبة لملف الكويت نجد هناك بعض المخالفات يجب أيضا علينا أن نشرحها، وأيضا يكون عندنا مثل هذا القانون ومثل هذا الميثاق حتى أيضا ندافع فيه، لأن مهما كان أيضا لنا خصوصيتنا وأيضا لنا الأمور الخاصة فينا. بس هل هو ديوان يعني يستقبل مظالم الناس؟ هذا المقصود فيه؟ هو يستقبل طبعا مظالم الناس، يستقبل في جميع من لا مظلمة في أمور معينة، خاصة لما نتكلم عن التوظيف على سبيل المثال. وهو يرد المظالم يعني للناس؟ لا، ويبحث في المظالم وأيضا يقدم التقارير الخاصة فيها، ويكون هذا الأمر يعني متمم للعمل البرلماني والتشريعي وأيضا متمم للعمل التنفيذي حتى للحكومة، وأيضا متمم للعمل القضائي بأن ممكن يستند له في قضايا كثيرة. بس يملك السلطة يعني؟ قضية السلطة لا يملك السلطة، يعني السلطة بمعنى السلطة إلا أن يكون في اللجوء للقضاء أو أن يكون في قنوات هي اللي تملك هذا الأمر. ولكن التوصيات اللي موجودة حتى عندنا باللجان، إحنا لما ننصف أحد في لجنة العرائض والشكاوى على سبيل المثال أنه يكون أيضا على شكل توصيات بالنهاية. وشنو صار عليه بالضبط؟ هو موجود، خلصنا منه، في تعديلات عليه يعني قائمة عليه. نعم. تقدمت باقتراح لإنشاء لجنة عليا لمتابعة التركيبة السكانية، شنو دور هذه اللجنة والهدف من إنشائها كذلك؟ طبعا احنا نستذكر الأحداث، نستذكر الغزو العراقي الغاشم، بعد تحرير الكويت كنا نفكر بأن الكويت ستكون يعني التركيبة السكانية متعادلة متوازنة، خاصة بعد خلوها نسبيا
من كثير من الجنسيات وأيضا من كثير المخالفات القانونية في شؤون الإقامة. لكن للأسف أن هذا الأمر استمر، وهذا الأمر استمر وشكل ضغط على كثير من النواحي. أنا نتكلم قبل شوي تتكلم عن العجز وتتكلم عن قضايا من ضمنها أيضا الاستهلاك، ومن ضمنها أيضا الضغط على المستشفيات وعلى الطرق وعلى المدارس وعلى مؤسسات الدولة. هذا من شأن أنه يؤثر حتى على التركيبة السكانية، يعني اقتصاديا يؤثر عليه، ماليا يؤثر عليه، اجتماعيا يؤثر عليه. وإذا نتحدث عن التنوع، يفترض أنه يكون عندنا التنوع موجود في البلد، ولكن يفترض أنه يكون عندنا الأيدي وأيضا العقول المميزة اللي تصل للبلد، بالإضافة إلى بقاء الهامش الأدنى المطلوب من الأمور الخدمية الأخرى كمتطلبات الأسرة، متطلبات المصانع والمزارع، وأيضا متطلبات الوزارات إلى آخره. لكن اللي حاصل عندنا اليوم نقاش القضية الإسكانية، نقاش القضية الإسكانية لا يتعلق فقط بتوفير السكن، ولكن يتعلق أيضا بنوعية السكان اللي موجودين عندك. فلما نراجع التركيبة السكانية راح نجد أن هناك خلل عندنا بالتركيبة السكانية من عدة نواحي، أبسطها من النسبة وأيضا والتناسب بين المواطنين وغير المواطنين. نعم، احنا وصلنا لختام هذا اللقاء نائب دكتور عود رويعي، إذا عندك كلمة أخيرة تفضل فيها. شاكر لك واتمنى لك كل التوفيق، بس أرجو أنك تحرص على أنك ما تصير لقاءاتك في بعد الجلسة حتى لا يكون الشخص لذلك احنا نشكرك جزيل الشكر نائب الدكتور عود رويعي على إتاحة هذا الوقت لهذا اللقاء، فشكرا جزيلا لك نائب الدكتور عود رويعي. تسلم. الله يسلمك. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام حلقة برنامج نبض اللجان لهذا الأسبوع. الختام اليوم سيكون استثنائي، أشكر مرة أخرى الدكتور عودة رويعي لأن تعبناه في جلسة اليوم، لذلك شكرا دكتور عودة. شكرا مشاهدينا الكرام على المتابعة، في أمان الله.